اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، وخلينا نرحب بالدكتور زيد عجاج اختصاص طب وجراحه العيون. صباح الخير دكتور. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا على جميع المشاهدين الكرام. شكرا دكتور. دكتور بدايه راح نتكلم عن مرضين كلش مهمين اللي هو يصيبون العين، اللي هو المي الازرق والمي الابيض. بس بالبدايه راح نتكلم عن المي الابيض اللي هو يصيب العين، بس انطينا فكره عنه، شنو هو المي الابيض؟ المي الابيض مثل ما تفضلتي هو مرض كلش شائع يمنا يصيب العين، يصيب اشخاص كثيرين جدا. الاسم يطلق عليه المي الابيض بالعاميه او ساد العين او الكاتراكت. الاسم مالته لها خلفيه تاريخيه ومن خلفيه اغريقيه، معناه الشلال الابيض. يعني احنا المي اثناء من ينزل من الشلال، من يساقط من اعلى للاسفل، يكون لونه شوي تتغير الشفافيه مالته، يكون تقريبا على شكل حليبي، اذا يعني اذا اكيد لاحظتوا هذا الشيء. اي صح. فمنه جت هذه التسميه. اللي يصير شنو بهذا المرض؟ احنا عندنا عدسه داخل العين، شلون عدسه الكاميرا. هذه العدسه المفروض تكون شفافه. شفافه على مود تسمح بعبور الضوء الى الشبكيه لتم عمليه الابصار. اللي يحدث بالمي الابيض انه هذه العدسه تفقد جزء من شفافيتها. فهذا هو ما يعرف بالمي الابيض او ساد العين او الكاتراكت. زين دكتور شنو هي اسبابه؟ نعم. هذا المرض باسباب هوايه. اذا نحكي عن الاسباب الاكثر شيوعا، طبعا هو يحدث مع تقدم العمر. نشوف انه هذا المرض دائما يكون لدى كبار السن، يعني بعد ال 45 او 50 سنه او اكثر. من اسباب ايضا امراض معينه مثل مرض السكري اللي هو مرض العصر. نعرف مثل ما تعرفين حضرتك كثير هسه اكو اشخاص مصابين بداء السكري، فممكن واحد من الاسباب اللي يؤدي الى السرعه في اكتمال المي الابيض او ساد العين هو مرض السكري. اسباب اخرى ايضا ممكن ندرج منها اصابات في العين، ممكن تعمل المي الابيض، التهابات معينه في العين، انواع من الادويه ممكن اذا استخدمت بشكل خاطئ خاصه هي تحتوي على مركبات الكورتيزون، ممكن عمليات جراحيه بالعين، ممكن احدى مضاعفاتها يولد عندنا الماء الابيض. زين دكتور حضرتك هسه قلت انه اكثر شيء يصير بالكبار العمر، يعني ماكو اعمار محدده؟ نعم يصير بي. نعم. هو عاده هذا المرض يحدث مثل ما يعني قلت سابقا بعد ال 45 50 سنه، يعني شافوا ان بين عمر 45 الى 55 نسبه 40% من الاشخاص يكون عندهم هذا المرض. يعني اذا نجيب كل 10 اشخاص بهذا العمر راح نلاقي اربعه منهم عندهم هذا المرض. اوكي. مع تقدم العمر راح تزيد هذه النسبه، يعني ممكن بعمر 70 ممكن نلاحظ النسبه تكون اكبر، عمر 80 النسبه تكون اكبر. اكثر شيء كبار بالسن. لكن هناك انواع ممكن تحدث عند الاطفال، انواع من ساد العين، ممكن حتى لو طفل عمره يوم او شهر ممكن يصير عنده، ذاك نسميه المي الابيض الخلقي، يعني اثناء الولاده ممكن الطفل يجي وعنده مشكله ماء ابيض، طبعا باسباب اخرى مو مثل المي الابيض اللي يصير عند كبار السن. ممكن يكون سببها انه اثناء الحمل الام عندها امراض معينه، التهابات معينه، ممكن استخدام عقاقير اثناء الحمل للام، ممكن يجي الطفل مصاب بهذا المرض. زين دكتور الانسان شلون يعرف انه صار به هذا المرض المي الابيض بعينه؟ نعم. مرض ساد العين يولد العديد من الاعراض لدى المرضى اللي مصابين به. نقطة مهمة انه لازم يعرفوها للمشاهدين الكرام انه الماء الابيض يعمل تشوش بالنظر، بس ما يكون بصورة فجائي. يعني مثلا ما يجي المريض قبلها بيوم او اسبوع هو نظره كلي زين وفجائيا يحس بتشوش بالنظر يعزيه الى الماء الابيض، لا خطا هذه الفكره. الماء الابيض يعمل تشوش بالنظر لكن بشكل تدريجي على مدى اوقات طويله، يعني ممكن تمتد الى اشهر او سنين، يعني الى ان يكتمل بصوره تدريجيه يولد تشوش بالنظر. فاحدى اعراضه انه هو يصير المريض يعاني من تشوش بالنظر بشكل تدريجي، يكون غير مصاحب بالم، ما بالم، اذا اكو الم فذلك لا يعني انه ساد العين، ممكن مرض اخر. ايضا المريض يشعر انه بالتحسس للضوء، يعني من يشوف ضوء مقابله مثلا راح يشعر بعدم ارتياح. ممكن ايضا يصل مرحله المريض انه ما يميز الوجوه، اوكي، يعني ممكن يباوع على شخص معين
ما يقدر يميز الوجه مالته، يصير عنده ايضا يعني في الابصار للالوان نوع من يشوف ان الالوان لونها باهت، لونه يبقي يصير لون باهت. اوكي، فهي تقريبا اغلبيه اغلب الاعراض اللي ممكن يصادفها مرضى ساد العين. طبعا فانا انصح اي مريض بعمر متقدم اللي هو بعد 50 سنة يعاني من واحده من هذه الاعراض انه لازم يراجع الطبيب. اكيد الطبيب راح يسوي له فحوصات دقيقه، فحوصات باجهزه معينه، راح يكتشف في البدايه هل هو عنده ماي ابيض او لا، واذا عنده ايش قد النسبه الواصله اليه، لان طرق العلاج راح تختلف تبعا لنوع ساد العين وتبعا للدرجه اللي واصل الى هذا المرض. يعني اكو علاج معين خاص به او قطره معينه خاصه بالماي الابيض؟ نعم، الماء الابيض عاده كقطرات يعني ماكو فت قطره معينه، مجرد دراسات يعني ما ثبتت لحد الان انه نتائجها ايجابيه 100%، مجرد تجارب انه نسمع اكو قطرات معينه لساد العين، لكن خلينا نقول الموجود حاليا العلاج الحل الامثل هو العلاج الجراحي كقطرات لا زالت تحت التجارب. ولكن النقطة اللي أريد أوصلها للمشاهدين الكرام، ما أي شخص عنده ماي أبيض يحتاج عملية خطأ طبعاً. إحنا نشوف كثير مرضى أثناء الفحص نشخص إنه عندك ماي أبيض، نشوف المريض يرتبك ويخاف وشلون أنا راح أحتاج عملية. لا طبعاً، أغلب الحالات راح خاصة إذا هو المرض في بدايته راح يحتاج المريض فقط متابعة. نحاول نحد له من العوامل اللي ممكن تقدم عنده الماي الأبيض. يعني مثلا اذا هو مريض سكري نخليه انه يتقيد على السكري، حاول ينظمه، ننصحه انه بقله التعرض لاشعه الشمس، لان بالمناسبه انت سالتيني عن الاسباب يمكن نسيت اذكر سبب مهم، هو التعرض للاشعه فوق البنفسجيه لفترات طويله ممكن تكون احد اسباب الماء الابيض. فاحنا راح نفحص المريض، راح نقيم حالته، إذا وصل مرحلة معينة ممكن راح نقرر له التداخل الجراحي. وبالمناسبة التداخل الجراحي حاليا بالنسبة للعمليات الماء الأبيض شهد تطور كبير جدا باستخدام ما يعرف الموجات فوق الصوتية أو الفاكو مالسيفيكيشن. كذلك هسه دخل الليزر، فيمتو سكند ليزر، في إجراء خطوات معينة من هذه العملية، فهي الآن عملية أصبحت آمنة جدا، نسب نجاح عالية. نعم. ما بيها بنج دكتور؟ نعم لا، فقط تخدير موضعي على شكل قطرات، تخدير كلش بسيط، بنفس اليوم المريض تجرى له العملية، يسحب الماء الأبيض ويزرع عدسة، لأن احنا من راح نسحب الماء الأبيض لازم نعوض بعدسة، يعني شلون احنا ذكرنا انه كاميرا العين مثل كاميرا لازم يكون بها عدسة. صحيح. فعندما راح نسحب ساد العين اكيد لازم نعوضها بعدسه لكي تكون عمليه الابصار بشكل افضل. زين دكتور، هسه راح نتكلم عن المي الازرق. نعم، هسه عرفنا شنو هو اسباب المي الابيض وشنو هو. نعم. الوقايه منه، وهسه اريد نعرف شنو هو المي الازرق وشنو الاختلاف عن المي الابيض، ويمكن اغلب المشاهدين انه هو ما يعرفوا المي الازرق نفسه هو المي الاسود اللي يمكن يعمي العين. نعم. مو نعم. فسنريد نتكلم على المي الازرق وشنو الفرق عن المي الابيض. نعم. مرض الماء الاسود او الازرق مثل ما تفضلتي الاسم العلمي مالته ايضا كلوكوما، طبعا هو مرض يختلف جملة وتفصيلا عن ساد العين، يمكن التشابه فقط بالاسم، يعني ما أبيض ما أسود، أما هو كمرض هو مختلف جدا. كتسمية، من أين جاءت التسمية؟ أيضا التسمية يمكن لها أصول إغريقية حسب ما أظن، أنه بما معناها الشلال الأزرق، شافوا أن المريض يشوف هالات زرقاء مرات في قسم من أعراض المرض حول العين، فممكن أعتقد جت التسمية من هذا الشيء. كمرض هو أيضا شائع، يصيب الكثير من الأعمار خاصة الأعمار المتقدمة. طبعا هو يعتبر كمرض أسوأ من ساد العين، ممكن يؤدي إلى العمى أكثر منه للمرض ساد العين. أما شنو هو، على مود نعطي فكرة مبسطة للمشاهدين، إحنا نعتبر كرة العين هي كرة، يعني شلون نقول كرة اعتيادية. طبعا هذه الكرة هي مو فارغة، بها سائل، كرة العين بها سائل. هذا السائل مو ثابت في حالة ديناميكية، يعني دائما ينفرز ويتم طرحه خارج عن طريق قنوات معينة.
فهذه الميكانيكية أو هذه الديمومة بحركة هذه السائل كلش مهمة للحفاظ على الضغط داخل كرة العين. عندما يحدث خلل في هذه العملية، سواء زيادة في إنتاج السائل أو قلة في التصريف، راح يتجمع هذا السائل داخل العين يولد ضغط. يعني مثل ما عندنا كرة بدنا نظل ننفخ بها مي 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 مي، راح يولد ضغط. صحيح. الضغط أكثر شيء وين راح يأثر على العصب البصري اللي هو مرتبط بكرة العين. فإذا هو مرض بالأساس هو مرض للعصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين. زين دكتور، شنو هي أسبابه؟ نعم، أيضا بي أسباب متعددة. ذكرنا نعم أكيد ذكرنا التقدم بالعمر، وطبعا هذا ما يعني إنه فقط يصير بالمتقدمين بالعمر. طب الأغلبية يكون بالمتقدمين بالعمر، بس ممكن يصير لدى الأطفال مثل حال المايل الأبيض، ممكن يكون ولادي. هذا واحد من الأسباب. سبب آخر إنه وراثي، يعني نشوف مثلا إنه يجينا المريض شخصنا إنه عنده كلوكوما أو ميل أسود، نسأله عندك أحد بالعائلة، أخوك، ابن عمك، ابن خالك؟ في أغلب الأحيان يكون الجواب نعم، يكون عندهم يعني وراثة أكثر وراثة. شيء دكتور. نعم. أيضا داء السكري ممكن يكون أحد الأسباب، كذلك استخدام عقاقير معينة خاصة مركبات الكورتيزون، ممكن تعمل سواء القطرات أو حتى الحبوب، يعني حتى الحبوب الأبر اللي تنعطي مثلا الأمراض الجلدية، أمراض مفاصل معينة، إذا عطت بأسلوب غير صحيح مو تحت إشراف طبيب، مع الأسف هذا نلاحظه هسه كثير من الناس يروح يأخذ علاج بكيفه، من أي صيدلية من أي صيدلية يأخذ علاج صحيح، وما يعرف إنه هذا راح يولد له مشاكل. طبعا هاي صحيح. واحدة من المشاكل الكثيرة إنه الماء الأبيض والماء الأسود، بس أكو هواي مشاكل ممكن الأسلوب الغير صحيح باستخدام الأدوية ممكن تولد. سبب آخر أيضا إصابات العين ممكن تولد لنا داء الزرقاء أو الكلوكوما. أيضا شافوا أنه هذا يحدث أكثر للي جلدهم يكون غامق، أو مثل ما نقول يعني الأفريقيين شلون يكون جلدهم غامق أكثر، شافوا أنه هذا المرض يكون شائع عندهم أكثر. كذلك مرضى اللي عندهم قصر عالي في النظر ممكن نعزيه انه احد اسباب داء الزرقاء او ارتفاع ضغط العين. زين دكتور، هم بي علاج معين مثل المي الابيض؟ نعم، بهوايه علاجات طبعا، بس اريد اوصل فكره انه المي الازرق هو مثل ما قلت انه مرض بالعصب، اوكي؟ فالشيء اللي يروح يموت من العصب ما يرجع، اوكي؟ دور العلاج هنا بالماء الأزرق هو للمحافظة على النظر الباقي، مو لإرجاع الشيء اللي راح. أوكي. طرق العلاج مختلفة، ممكن نبديها بقطرات، ممكن نستخدم بالبداية نوع واحد من القطرات، إذا المريض ما استجاب ممكن نستخدم نوعين ثلاثة أو حتى مرات أربعة، ما استجاب ممكن نستخدم أنواع من الليزر. طبعا دور الليزر هو لزيادة في تصريف الماء اللي حكينا عنه بالبداية، نحاول نزيد تصريف هذا الماء، نقلل من الضغط العين. طبعا ايضا يشهد انه علاج الكلوكوما تطور، يعني تطور كلش كبير بالعمليات. ممكن احد طرق العلاج الحديثه عن طريق استخدام فالف او صمام، ممكن ايضا لتصريف هذا الماء داخل العين، وممكن استخدام العمل الجراحي. لكن احنا بالبدايه نبدي بالقطرات ونتدرج بالعلاج، ثم استخدام الليزر وطرق اخرى، وبالاخير يكون في حاله عدم استجابه المريض لكل هذه الوسائل راح نلجا الى التداخل الجراحي. حلو. زين دكتور، نصيحه اخيره نحب نسمعها منك، او شلون الشخص يقي نفسه من هذا الامراض؟ نعم، نصيحه انا اوجهها طبعا للساده المشاهدين، خاصة الأعمار الكبيرة اللي يعبر 50-60 سنة، يكون دائما يسوي له فحص دوري أقله بالسنة مرة. في حال أنه خلينا نقول ما عنده مشاكل، حتى لو نظره سليم لازم يسوي فحص سنويا. في حال ظهر عنده أي خلل أكيد الطبيب راح يحدد له مراجعات بوقت أقرب. ننصح مرضى السكري أنه دائما ينظمون السكري مالتهم، كذلك ننصح بارتداء النظارات الشمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية. أكيد طبعا هذه من النصائح. وأهم شيء أنه مثل ما طبعا هو خاصة داء الزرقاء، إحنا مرات نطلق عليه اسم سارق النظر. ليش؟ لأن هو يعني يسرق النظر بشكل تدريجي، المريض مرات ما يشعر به، يعني يشوف مثلا خلال فترات خلال أسابيع أو أشهر دي يبدي النظر مالته بالتدريج يقل، فما يعرف الأهمية ما يراجع. لكن هي بالمقابل انه كل وقت ديمر انه جزء من العصب البصري مالته ديموت، وهذا ما نقدر نرجعه. فلهذا نصيحتي للساده المشاهدين انه في حال ظهور اي اعراض من اللي ذكرناها،
انه مراجعه دوريه لاقرب طبيب عيون. واتمنى نظر سليم للجميع ان شاء الله. تسلم دكتور، شكرا لك، شكرا على النصائح اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا، وتحياتي للكادر، واشكركم جدا على البرنامج الجميل. دكتور.